أسعد الله مساكم. اليوم حلقتنا بتكون بالمغرب، بس وين في بالمغرب؟ في أحد الأعراس. شلون الطباخ يكون بالعرس وشلون عندهم طقوس معينة حق الطبخ. أنا لما شفت الطبخة وايد عجبتني صراحة، وهالمرة الطبخة مو دجاج ولا شيء حلويات، بيسوون اللحم. شلون احنا عندنا بعراسنا نجيب الذبايح ونفوح اللحم ونسوي جذور العيش ونحطهم ونسنع الأغراض، ويقومون الأهل كلهم الحريم والريايل كل من يشيل شغلة بصوب. هذه عندهم نفس الطريقة، يبون طباخة مسؤولة تكون هي عندها التكنيك أو الشغل المعين اللي يسوونه، والباقي كلهم يكونون تحت أمرتها، تقول أعطوني كذا وسوي لي كذا. وايد عجبتني الطبخة، حاطين ما شاء الله جدر يشيل تقريبا حوالي 4 أو 5 ذبايح، ومقطع اللحم قطع كبار. لأول مرة أشوف، لعادة الطباخ المغربي لما يبون الطواجن تكون اللحم قطع يعني كذي نص الشف مقطعين صغار. هذه القطع كانت يعني الظهر مقسوم قسمين، الفخذ أظن 3 أقسام، اليد قسمين، قطع كبار. فقلت لازم أكمل هالطبخة أشوفها. طلعت إنها طبخة عشان حفلة عرس وعشان يتقدم هذا للموجودين وللمعازيم. تختلف عن اللي شفتوه، إن هو طاجن صغير وينحط، هذا اللحم ينسلك كله بس بالبهارات المغربية اللي طبعاً فيها القرفة الدارسين، وفيها الثوم والزنجبيل والزعفران واللوم المرقد وكل الأشياء اللي يستخدمونها أهل المغرب في طباخهم، بس لها تكنيك معين. قامت الطباخة أو المسؤولة وفرشت أول البصل بالأرض بالقاعدة الجدر، وبعدين يابت اللحم رصتها كلها، اللحم كله عندها مغسل، وتمت تحط عليه طبقة طبقة من الثوم، من الزنجبيل، من البهارات المشكلة، من الزعفران، من الملح، كل مرة واحدة حطته وخلته ينسلق في 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 الماي هذا، في الخلطة اللي سوتها العجيبة. بعدين هني عاد الترك، طول ما اللحم ينسلق وهي تاخذ من ماي اللحم وتسوي منه أطباق ثانية. أول شيء أخذت من الماء عقب ما صار تقريبا نص السلق أو 3/4 وسوت منه القرع. هذا الطواجن اللي بتقدمه كان فيها اللي هو الكسكس، بتسوي منه القرع. أخذت الكسكس وسوته وفردته وأخذت من الماء وحطته في جدر ثاني وخلت الكسكس يستوي عليه على البخار. بعدين يتحق البصل الشرايح وحطته على النار عشان تسوي اللي هي البصل المعسل، أو هم يسمونه تفاية أو تفية من الاسم، والله ماني عارف اللفظ مالهم بالضبط. فقلت لازم أوريكم إياه بس على شكل مصغر. أخذت الكتف وقطعت عندي 3 قطع، وأخذت وياه موزات اللحم وجهزتهم عشان ودي أطلع نفس هالطبخة. ما أدري عاد إن شاء الله تضبط وتصير الطبخة عدلة مثل ما شفتها. حتى طريقة التزيين لما سووها وحطوها ما كان في ذيك البهرجة الزايدة، كان في تقنية حلوة. لما جيت أجربها وأسويها للعيال أو أسولف لهم عنها، كان يقول أكيد بيطلع لذيذ، لأن كل شيء مسوى من ماء السلق اللي نسلق فيها اللحم مع الأشياء الحلوة اللي حطوها. المهم ما بيطول عليكم السوالف، كل الناس عندها في أعراسها تقاليد وطبخات معينة ما تسويها إلا في العرس أو في الحفلات الكبيرة اللي تصير عندهم أو العزايم. هالمرة خلونا نشوف طبخة العرس، طبخة مصغرة، طبخة اللحم مع البصل مع البهارات المغربية. خلونا نقوم هناك المطبخ ونشوف إيش بنسوي وياكم. تفضلوا وياي، فيها شغل وايد عشان كذي ما بطول عليكم الهدرة، بنسولف وإحنا نطبخ. حياكم. جهزنا شولتنا وذهبنا أغراضنا حق الطبخة. اليوم طبختنا لحم، عندنا كتف
قطعنا ثلاث قطع وزدنا بعد موزتين لحم، لان لازم اللحم يكون قطع كبار، لان عارفين هي وليمه عرس، فلازم اللحم يكون راهي والشكل يكون راهي. فهذه قطع اللحم هما ياخذون. اول شيء تبتدي تحط طبقات البصل هني، بصل راهي، لان عقب راح تستخدم هذا الماء حق كل شيء. تقريبا عندي هنا حوالي كيلو وين اللحم او كيلو وين وشوي، وين هذه ومعاه لازم قفشة السمن البلدي او السمن الحر وزيت الزيتون. تعرفين هنا قديرتهم مشهورة بزيت الزيتون، فكل شيء يستخدمونه فيه. لا تقولون في لحم، بس هذا شيء ضروري عشان يعطي النكهة اللي هم يبونها. عندنا بعدين البهارات، راح يحطون قسم منها على اللحم وقسم منها ينحط هنا. فعندنا الدارسين أو القرفة باجي هنا تحته، وعندنا الزنجبيل والباجي هنا، وعندنا الفلفل الأسود، الفلفل الأكحل على قولتهم، وقسمه هنا، والبابريكا. هذا بابريكا ولا لا؟ هذه البابريكا، هذه البابريكا اللي هو الفلفل الحلو. وعندي البزار هني وهني على اللحم. شفتوا شلون انها هي طبخه غنيه؟ دائما يحطون الليمون المرقد، طبعا لازم تنقص، انا ما راح احطها كذي، خليني اقطعها. وين السكين؟ هذا الليمون المرقد حق الكميه اللي عندي، ليمونه واحده كافي عشان تعطيها الطعم اللي انا ابي. وهني عندي طبعا الزعفران، في ناس تستخدم الصبغ، احنا بنستخدم الزعفران. والباجي هني. شفت ايش كثر المكونات؟ والبقدونس والكزبره على قولتهم يسمونها معدنوس، والقزبر هذه هني، وهني الباجي هني. هذه نفس الشيء، قسم هني. احنا انت تقول ايش حقه تحطه بالصحن؟ حطه على طول، الحين بوريكم ايش حقه، لان لازم يندعك في هذا الشيء كله مع بعض قبل ما ينحط. وهني لازم قفشه الهريسه اللي هي الحاره، هذه بحطها هني صراحه، ما يداهده بديني، خاف ان بديني يصير فيها حروره على طول في الجدر. والملح، ياخذ ملح راهي لان كميه كبيره. ليش بسوي بالجدر هذا؟ ابي اسرع لي بالوقت، ما ابي تطول علي الطبخه عشان ما انزعها عليكم. بسم الله. حطيت انا السمنه، خليني اشيل السمنه دام حطيتها، خلها مني، لان المكونات وايده فما ابي اضيع عليه. شنو اللي انا احطه؟ وهيل، هذا الهيل، وهني بعد، وحصوص الثوم هذه. شفت المكونات ايش كثر؟ وشيء على شيء، يعني يعطيكم نكهة وطعم عقب تحسونه شلون كان متوازن، اللي اخترع هالطبخة واللي سواها عندهم، والزنجبيل الفرش والثوم بعد المدقوق الفرش. شوف الثوم راح اخليه هنا شوية هني. أعتقد كل شيء حطيته باقي جوزة الطيب اللي هي هذه، اللي هي يا جماعة اللي نسميها احنا جوزة بوة أو جوزة الطيب أو النتميك، هذه ذاهبة هني بسطحانها هني كذي. كماري كنا هذا ما تطحن هذه وايد، أعطيني أبي أوين الموقعة المدقة؟ كاهي تحت، أعطيني إياها كاهي يا كماري. ايوه اعطيني اياها، ابي هذه، ابي دي كسرتين عشان تعطيني، لان اللحم يحب الجوز الطيب، هاي هي تطلع ريحته.
كذي تمام. الحين اكو مري اعطي نار هني. ملاحظين ما في لا طماطه ولا معجون. هذا راح يتفرك فيه اللحم كذي. شوف جهزي الماء الحار خليه يطبخ. هذا الظهر الكتف اقول كامل اطرفه عشان ياخذ الطعم كله وينصف هني داخل. نفس الشيء هذا الثاني. الريحة عجيبة أصلاً، الزعفران مع المكونات هذه عجيبة. ملاحظين القطع كلها كبار عشان توجيب حق الضيوف اللي جايينهم. وهذا كله راح يجي فوقه. اشيل عنكم هالصحن. الماء يذاب حار كماري. بسم الله. شيلي هذا خلاص. خلي الماء هني. ننزل عليه الماء الحار. في الجدر هذا راح ياخذ، اعطيني بعد ثاني. في الجدر هذا راح ياخذ الوقت تقريبا ساعة، لما بالطباخ العادي على الاقل ساعتين ونص. نسكر عليه وين مغطاته يبه. ونجهز حق طبختنا الثانية. بسوي لكم شيء بعد طريقة الحمسة الكبدة، بدام ذبايح لازم في كبود. فطريقة الحمسة على الموقد هناك مع الكبود، عندنا كبود الغنم. مكوناتها بسيطة، هم البهارات نفسها، بس انطر يبوا لي الفلفل البارد والفلفل الحار والبصل والثوم. راح تنحمس هناك وتشوفونها وياي على الطبيعة. خلنا اخلص من هني واروح هناك على الموقد الثاني. يلا خليه يجيب لنا اليمر. الظاهر اليمر بعد ما خلص. ايش رايكم اسوي لكم التفاية او اهلية معسل البصل؟ هذا جدا سهل بس له طعم غريب عجيب. هذا اختراع بس عندهم اهل المغرب. يعسلون البصل، يحطون وياه زيت، يحطون وياه شويه ملح وسكر، ويحطون وياه الزبيب وشويه دارسين عشان يعطيه الطعم الجميل اللي هم يشتغلون فيه، ويحطونه تالي مع الكسكس اللي بيسوونه. خلني اسوي لكم اياه لانه ياخذ وقت على ما يتكرمل وينزل. هذا الجذر فاضي هني عندي، وهذا البصل. نزل البصل، تحتاج كمية بصل وايد كثيرة. يلا جبت اليمر حطه في الموقدين قواك الله. شوفوا كمية البصل وايد زايدة، راح تذبل كلها ونعطيها شوية زيت وشوية سمنة. وين السمنة؟ لازم السمنة عشان تعطيها الطعم. هذه السمنة فوقها وشوية على قولتهم مليحة. طبعا الزيت لازم. مو بس هذا، لازم ماي شويه عشان لا يحترق البصل. طشونه ماي بس. الحين وهذا السكر راح يتعسل كله مع بعض على نار هادية. قفشة. في ناس يحطون وياه مثل ما احط انا الدارسين والهيل، وناس من غير، بس بحط لكم شوية الدارسين. يعطي ريحة عجيبة.
وذرة هيل. بس هذا هو، ويظل على نار هادية تشوفونه صار تالي مثل المربى ساح مولية ينوكل. لا تقولوا لي سكر ومالح، هم أكلهم كذي لازم مالح وفي سكر شوي، أو يحطون الأراسية، يحطون التمر، يحطون ويا شو اسمه هذيك المشمش الناشف، وهني لازم وياه بعد الكشمش. شلون احنا ناكل الحشو في حالات شويه في الكشمش نفس الطريقه، هم اعتقد نبي كشمش زياده. ايوه، ونخليه يطبخ على الراحه. نسوي الكبدة، كل ناس لها طريقة بالحماس، مثل احنا طريقة بيتنا نحمسها مع بصلة بروحة مع شوية بهار. في المغرب عندهم طريقة معينة يحطون فيها الطماط، يحطون فيها الفلفل الأخضر، فيها البقدونس، فيها الكزبرة، فيها مجموعة البهارات الزنجبيل والثوم. بس التبة الأول هني نفس التتبيلة مالت اللحم اللي حطيناها من ساعة بس قفشة نظيفة، شوية ملح، شوية دارسين فوقها، وزنجبيل، فلفل أسود، وبابريكا، وكركم. لازم الكركم. ها بقول لكم عن شيء نسيت أحط، هذه بالجدر، هذه يحطونها على كثرهم البقدونس، بس احنا حطينا مثروم وياه فما يضرش يعني كله واحد. ولازم شوية حر اللي هو الهريسة المغربية، بكثرها شوية صراحة لذيذة لأنها خاصة مع الكبدة. هذه هني كذي حطينا كل الأغراض بالبزار المخلوط. كذي جاهزة، شوية هيل وجوزة الطيب. وين جوزة الطيب؟ هذه هي بروحها كذي تنوكل. تنخلط كلها فيها التتبيلة الحلوة، شوفونها مقطعة كبار، لأن اليوم وسليم رايح يجيب الكبدة، قلت له سليم لا يسويها لي على هالكبين صغار، خلي يسويها فيها رفق شوية فما يعطل. يعني إذا بتوصي أحد على شيء وتبيه يسوي لك إياه بالمقلوب وصوا سليم، ما عمري وصيته على شيء يا ابو عدل. بس نقضي السالفه كلها ضحك، شو نقول؟ ولا احد يقطع على هالكبر الكبد ايش حقه يعني؟ كبر الفنيال الواحده. حطيت انا الزنجبيل وثوم، هذه الزنجبيل وهذه الثوم. كذي جاهزه، فيها كل اغراضها، المونه مالتها كلها فيها. الا طبعا الزعفران ما حطيت، حطهم عاده صبغه زعفران ما تحتاج. هذه جاهزه باخذها وياي عند الموقد هناك. هذا موقدنا، وهذه تاوتنا حطيناها، ننزل فيها شويه زيت. بشوح الزبدة، بشوح الكبدة، ونزل عليها كل الأغراض ملوتها. خل بس تحمى. جيب لها شوية سمن وياها، شوية سمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شوحها زي ما زين. الحين اعطيني الخضروات مالك. جبتي بصل؟ اعطيني البصل. ان شاء الله حتى ريحه زمكه راحت، ما فيها شيء، مع الثوم والزنجبيل وهالخيرات، الله البهارات العجيبة. الحين فوقها الخضرة. لا بعدين طماطة آخر شيء. اللي راحوا الأسواق هناك عندهم، خاصة هذه الساحة مالتهم اللي يسوون فيها العروض ويسوون فيها الأكل. جبت الملاس مالي؟ لا. هاي ما؟ إن شاء الله. تعالي ننزل عليها الطماطم. طماطش على قولتها. بس وقطي شوية. مقطعات وين هي مالته؟ بسم الله. خليها تاخذ وقتها شويه لمن سبك كلها مع الخضروات اللي حطيناها والبهارات كلها، وبس هذه الكبده ما تبي اي شيء ثاني، خلها تستوي. الحين نرجع هني على البصل المعسل، ياخذ راحته بعد يبي له وقت. لما يتنفش الكشمش شويه ايش حلوه وتغير لونه. شوفكم بعد شوي عشان نرتب امورنا. ما شاء الله الحمص استوت، هو عاده تنحط على طول فوقه، بس احنا اليوم لما ندخلها نحمرها شويه بالفرن. تصير جاهزة كذي عشان تنحط على صينية الكسكس. إن شاء الله الموزات ذابت. راح أدخلها لكم الحين بالفرن عشان تتحمر شوية في طول ما أسوي الكسكس. دقيقة واحدة. يلا تعالي بابا هاتي هذا الجدر مني. الماي صار فيه دهن وايد، بنشيل عنه الدهن شوي. بسم الله. ردي داخل، ردي داخل. يلا ايوه
ردي على طول، ردي داخل على طول. حركي الحين شوي بالقفشة، شوية بس. أيوة، وردي. تمام. هدي باب. عشان باب القمسكة خلاص هدي انت. هذا الماي اللي بنسوي منه حق الكسكس، ناخذ بس القياس منه، هذه كل كوب ياخذ كوب ونص تقريبا. كوب واحد. على طول وياه. هذا الكوب الثاني. نغطيه ونخليه 5 دقائق. بعد هذا ما راح نزيد الزبدة ولا نزيد شيء، مجرد كان يبي ملح، ما ادري عن ملحه، حتى ملحته زينه. نعم، اي بابا هذا شيلي منك. سأغطيه. أشوف اللحم. وهذه جاهزة. عشان السكب والقرع ذاهب عشان السكب، ما نحتاج الحين السمنة لأن في دهن وايد. اسحب لي الليمون المرقد. كنت بحط عليه من البهار مال الحشو، طلع ما شاء الله ما يحتاج اي شيء. خمين طالعش حلوه. خلصنا طبختنا اليوم. صج تحتاج شغل لكن تعطيكم لذة وطعم ما صار أبدا. أنتوا بس اتبعوا نفس الطريقة اللي قلت لكم إياها، هذا طبخ العزايم والأفراح عندهم. تصور لما يسووه من هذا الصحن 20-30-40 صحن، 40 طاجن من هذول يتجسم على الناس كلها بالحضور. هذه الكبدة عادي أما تتقدم بروحها أو تقدم كطبق مساند، لأن مع الذبايح يكون الكبود موجودة والخير موجود. اليوم خلصنا طبختنا وإن شاء الله توصلكم إلى بيوتكم والتهنون بالصحة والعافية وسهمكم العافية الغالين. اليوم من المغرب عاد باكر ما أدري من أي مكان أو أي منطقة أو أي دولة بنشتغل لكم طبخاتهم مع طبخاتنا الكويتية. إن كانت شيء ناسينا من زمان بنرد لكم مرة ثانية. أمناكم الله ونشوفكم بأحسن حال إن شاء الله. باكر على خير.